السلام عليكم. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا غادي نقدموا الجزء الثاني، والجزء الثاني غادي قبل ما نبداو غادي نبدا واحد المثال. مثال على مثلا واحد المثال عندنا اكس اس 3 زائد 5 اكس زائد 4 ديدو اكس، وهنا الانتغرام من واحد لجوج. ياك اذا هنايا غادي نعرفوا الداله، خصنا ضروري الحساب التكامل، ضروري حساب الداله اللي خص منا، يعني ماشي حساب الداله، يعني ايجاد او وجود داله اصليه اللي تقدر تعطي الى وجدت داله اصليه وجدت التكامل. اذا فهنا شنو غادي نديرو؟ نضع هذه التقنيات للمبتدئين، زعما اللي عنده مشكل في التكامل. اذا هاد الداله شنو كتكتب على شكل اش؟ دابا الى قبضنا الداله الاصليه، الداله الاصليه ديال اكس اس 3 هي شحال؟ الداله الاصليه ديال اف دو اكس بشكل عام، الداله الاصليه ديال اكس اس 3 هي شحال؟ هي اكس اس 4، كنزيد واحد هنا كنحطو هنايا نيت، يعني واحد على ان بلس ان في اكس اس ان بلس ان، زائد شحال؟ خمسة على جوج اكس او كاري زائد ربعة اكس زائد واحد لا كونستون. اذا غادي نشدو هادي وغادي نعوضوها هنايا. اذا شنو نديرو؟ ندير الانتغرال واحد لجوج، ياك هادي الى درتي لها بري غتعطيك هادي، يعني اف دو اكس ايكالا شنو؟ اف بريم دو اكس ايكالا اف دو اكس. ومنه غادي تعوض اف بريم دو اكس كغونت اف بريم دو اكس دي دو اكس بهاد اف دو اكس، اف دو اكس هي عندنا هادي. اذا يساوي شنو هي اف بريم دو اكس؟ هي من واحد لجوج ديال ندير اكس اس 4 على 4 زائد 5 على جوج اكس او كاري زائد 4 اكس زائد واحد لا كونستونت بريم غتمشي فهمتي، وهنا تبقى دي دو اكس هادي بريم. واخا هادي كنفتحو لي بورن كنحطو هادي اللي هنا اللي هنا، ولكن بالحق يكون هذا بريم. كتولي لنا اكس اس 4 على 4 زائد 5 على جوج اكس او كاري زائد 4 اكس هنا من واحد لجوج. ايوا هنا بقى حساب تاع الكايزات، انا بقى يولي لنا جوج اس 4، انا مثلا عرفت نحسبها هنايا جوج اس جوج غتولي 16، 16 على 4 هي 4، اذا نجي هنا 4 زائد شحال؟ 5 على 5 في جوج، شحال 5 في جوج شحال هاديك 10، حق جوج هنا 4 زائد 8 ناقص شحال؟ 1 على 4 زائد ناقص 5 على جوج ناقص 4، وهنا كملو الحساب وشوف لي حسب معاك. اذا هنايا غادي عطينا مثال او ان شاء الله نعطيو مثال في الداخل فيه الاكسبونونسيال. عندنا الانتغرال، وهذا المثال هو الاكثر امثله يعني كيتعطى في ليزاسيس. شنو هو الانتغرال؟ واحد جوج ديال من ديال جوج ولا اكس على اكس بلس ان دو اكس. واخا الانتغرال هذا كيفاش نحلو؟ اولا كتقبط هادي الى بري بري تمال هاد بري. مثلا في هاد المثال هذا، هاد المثال كيطيح بزاف، فهنايا فاش ندير هادي بري واش نعطيك هادي؟ زعما بحال نفكرو بحال لوب، يعني ما تعطيك. هنايا شنو ندير؟ نديرو نعطيها واحد دائما، فاش تشوف نفس العدد على نفس العدد دائما بحال لي زيد وناقص. هنا شنو ندير؟ ندير اكس بلس ان موان زد اكس بلس ان ولا يديدو اكس. اذا هنا غادي نفرقو اكس بلس ان موان ان سور اكس بلس ان ديدو اكس. واخا وهادي شحال كتساوي لنا؟ هادي واحد، انتقرا واحد جوج دير واحد ناقص ان سور اكس بلس ان ديدو اكس، لي هي شنو تتساوي؟ شحال هو الانتقرا ديال واحد جوج ديال واحد؟ هو اكس بريم ناقص شحال هي هادي؟ دير لهادي بريم هي اكس بلس ان، دير اكس بلس ان بريم هي واحد، غتشدها غدير اكس بلس ان بريم على اكس بلس ان، غتعوضها بلاص واحد اللي هي شحال كتساوي لها؟ انتيغرال واحد جوج دير اكس بريم ناقص لوغ ديال لافارور، دائما لافارور بريم ديدو اكس. وهذا شنو تيساوي لنا؟ تيساوي لنا اكس ناقص لوك، شي بسيط. وحسب
تحسب ولا لا، لا فين تحسب، المهم الطريقه اللي كتعمل. حنا ما كيهمناش شي حاجه، واخا ناخدو بغينا ناخدو شي مثال من الكتاب علم الرياضيات ولا نبدا كملو. شنو عندنا اخر؟ عندنا تقنيات واحده اخرى، مثلا بحال فاش كتجيو تحسبو علاقه صار ولا شي حاجه، او عندنا واحد الخاصيه واحده اخرى كتقولنا انتجرال من ا ل ا دي اف دو اكس دي دو اكس ايجال زيرو، والبرهان عليها سهل. مثلا اف دالة اصلية لي بيتيت اف على مجال اي، اذا انتجرال من ا ل ا اف دو اكس دي دو اكس ايجال اف دو ا ناقص اف دو ا ايجال زيرو، تستخدم حيث ان اف هي لا بريميتي ديال الاخرى. عندنا الخاصية الأخرى شنو هي؟ هي الانتجرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس ايكال ناقص الانتجرال من بي ل ا ديال اف دو اكس دي دو اكس، لي بون كيتقلبو مع الناقص. ثانيا عندنا يعني الجزء الثاني على وشك الانتهاء، وبالتالي غادي نشوف شي خاصية اخرين لي تقدرو يعني داكشي الزربة. عندنا اخر ولكن حنا ما كاينش الدربه كاين نتفاهمو، الانتجرال من ا لبي ديال اف دو اكس زائد جي دو اكس دي دو اكس، شنو كيساوي لنا؟ هو الانتجرال من ا لبي ديال اف دو اكس دي دو اكس زائد الانتجرال من ا لبي ديال جي دو اكس دي دو اكس. بالتالي هاد الخاصيه صالحه على المجال ا بي، اي انتجرال اي خاصيه صالحه على المجال لي بورد. بعد التمارين شنو تيقول لك؟ يحسب كيقول لك حسب لي انتغرال، هي هكا انتغرال لي بورن. وحنا دابا حنا دابا تمشيو دالعين كنقولو خصنا لي بورن وكتزيرها وكلشي، ولكن لا خاصك تزير مثلا الانتغرال ديال لوغ دو اكس دي دو اكس، هاي عدد شي واحد القرن سميتها مكمل بالاجزاء. دابا هو شنو تيقول؟ تيقول لك حسب لي غير الداله الاصليه، ماشي يقول لك ماشي بالضروره يكون لي بورن، يقدر ما يكونش لي بورن، فهمتي فهمتيني، يقدر ما يكونش لي بور. اذا بالهدف من هذا التكامل هو حساب الدالة الاصلية، وبالتالي انت خرجتي التكامل. دابا